معلش لكن يا اسامه قبل بس ما تكمل خلينا نطمن الناس على وليد سليمان. وليد سليمان عنده على حسب كلام الدكتور خالد محمود عنده اجهاد في عضله السمانه، هيقعد قد ايه وهيكمل امتى وهيخش على طول ولا لا، ده لسه طبعا لما يرجعوا ان شاء الله القاهره هيبان كل هذه الامور، ولكن وليد سليمان عنده اجهاد في عضله السمانه. فرق مش